شكرا السيد النقيب ورئيس الاتحاد استاذ سامي عاشور. و استمعنا لكلمات في افتتاح هذا الاجتماع هذا الصباح، كلمات قويه جدا من اجل الوطن العربي، من اجل سوريا العربيه، من اجل مصر، من اجل كل الاقطار العربيه الحره. حقيقه يعني الانسان يقف حينما تلقينا الدعوه في المنطقه المحليه السودانيه لم نكن لنتخلف ولا للحظه مهما كان الامر ومهما كانت الدعاوي والمبررات ان هذا الاجتماع لن ينعقد في موعده، لاننا تلقينا دعوه مؤكده ان هذا الاجتماع متفق عليه ومتفق كذلك على أجندة الاجتماع وشعار الاجتماع، وهو لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية. لذلك لم نكن في نقابة المحامين السودانيين نتأخر ولو لدقيقة واحدة، وأتينا بكامل عتادنا وننقل لكم هنا في هذه اللحظة اعتذارات النقيب عثمان الشريف لارتباطه بموعد مع وزير العدل الجديد في الحكومة الجديدة. ولكن هناك دلالة لإنعقاد هذا الاجتماع في مصر العملاقة، هذا البلد الذي هو هبة الله والذي يحفظه الله طيلة آلاف السنين. كلما اضطرب العالم العربي كلما كانت مصر هي المأوى، كلما اضطرب العالم العربي والإسلامي وانفرط عقد الأمن والاستقرار فيه كانت مصر هي الملاذ الأخير لكل القوى الحرة والحية، وهذا الاجتماع دليل قوي على أن مصر ما زالت حية، وأن مصر هي قلب العروبة، وأن مصر هي قلب العالم الإسلامي بأزهرها الشريف وبدولتها العريقة التي عمرها أكثر من 7000 سنة. لذلك لن ينال مصر أي شيء مهما كان، أي مهدد لن ينال مصر، وتظل مصر هي صمام الأمان لهذا الوطن العربي الإسلامي. هذا من ناحية. ولذلك ما كان يمكن أن يأتي نقيب للمحامين المصريين الذين تجاوز عددهم 500,000 محامي، ما كان يمكن أن يأتي نقيب غير الأستاذ سامي عاشور ليكون نقيبا للمحامين المصريين وليعبر عن مصر العملاقة. نحن لنا وشايب، نحن كنا دولة واحدة، مصر والسودان كانتا دولة واحدة، ولكن فرقهم الاستعمار، بدأوا يفرقوا وحدة وادي النيل وقسموها إلى مصر وإلى السودان، ثم بعد ذلك انقضوا على السودان وقسموه إلى شمال السودان وجنوب السودان. والآن يجري المخطط، بالمناسبة يجري المخطط الإمبريالي الصهيوني لتفتيت السودان إلى دويلات ستة، إلى ست دويلات، والآن يجري هذا المخطط والأمور تمشي في الخفاء. ولذلك نحن اليوم لبينا هذه الدعوة ليس من أجل سوريا فقط، بل من أجل الوطن العربي. سوريا هي الحد الشمالي للوطن العربي، وأي هجمة على الحد الحدود الشمالية لسوريا هي هجمة شرسة على الحدود الشمالية للوطن العربي. ولذلك نحن باعتبارنا جزء من هذا الوطن العربي أتينا للدفاع ولو بالكلمة، عن إذا كانت حكوماتنا تمنعنا من حمل السلاح لا بد أن نعبر بالكلمة ونتصدى بالكلمة لكل من يريد أن يعتدي على هذا الجزء العزيز من الوطن العربي. هذا الأمر تأكدوا تماما السادة الكرام أن هذا الأمر هو جزء من صفقة القرن، إضعاف الدول العربية، أخذوا اليمن وانفردوا به، أخذوا ليبيا وانفردوا بها، حاولوا أن يأخذوا السودان ولكن فلت منه وسيفلت السودان إن شاء الله، وأخذوا كل الدول على حين غرة. والآن سوريا 9 سنوات من الحرب الضروس، وهي محاولة لإخراج سوريا من العمل العربي القوي والقرار العربي المشترك.
ولذلك ينبغي أن نسأل أنفسنا إذا كنا مفيدين في هذا الاجتماع، ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا، كل أي نقابة في أي قطر عربي، ماذا فعل قطرك العربي أيها المحامي العربي تجاه القضية السورية؟ حينما أبعد سوريا من الجامعة العربية بعض الدول أغلقت السفارات السورية، أليس كذلك؟ هذا ما يمكن، ما يجب أن نعمل من أجله. أولا إعادة كل السفارات السورية في الأقطار العربية إلى ما كانت عليه، وهنا السودان لم يغلق سفارة سوريا في بلد السودان، وبلد السودان والبلد الوحيد الذي تنطلق منه الطائرات مباشرة من الخرطوم إلى دمشق، من الخرطوم إلى دمشق. أي بلد عربي آخر حينما تريد أن تذهب إلى سوريا لابد أن تذهب عن طريق دولة أخرى، ولكن نحن الوحيدون الذين حافظنا على العلاقة كما هي. كان ذلك في عهد الحكومة السابقة، ولكن تبدل الحال الآن في عهد الحكومة الحالية وتبدلت عقيدتها، وهذا ما يجب ما نريد أن ننبه له ونلفت إليه النظر في هذا الاجتماع، أن عقيدة هذه الحكومة الحالية تبدلت تجاه القضية السورية. أولا بدأت بالتضييق على المواطنين السوريين، ونحن لا نعتبرهم لاجئين. السوريون في بلدي ليسوا لاجئين، السوريون في بلدي يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوداني من حق العمل وحق السكن وحق الامتلاك حتى التملك حتى، ولكن الحكومة الحالية تضيق عليهم، وقد شاهدتم ذلك في التلفاز من تقارير أتت من معاناة السوريين في بلدي. الآن السوريون في السودان تجاوزوا 200,000 مواطن سوري بأسرهم موجودون هناك، ولكن التضييق بدأ، وذلك لأن الحكومة الحالية أتت بعقيدة مختلفة، عقيدة متجهة نحو الصهاينة. أول ما استلموا الحكم أعلنوا أنهم سيعيدوا اليهود إلى السودان، وسيعوضوا اليهود الذين غادروا السودان في يوم من الأيام عن ممتلكاتهم، وهذا ما يجب أن ننتبه له وأن نعمل ضده. ولذلك نقابة السودان يضيق عليها حاليا، يهددونها بالحل، يهددونها بالتجميد، لأنها تعبر عن الضمير الحر في السودان وتدافع عن حقوق هؤلاء المواطنين. هذه الحكومة الجديدة التي أتت هذا هو ديدانها، وهذه هي خطتها. يا سادة الكرام، ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة، ولكن السؤال أين مكامن القوة في المجتمع العربي وفي المجتمعات الإسلامية؟ أين مكامن القوة؟ مكامن القوة في النقابات، نقابات المحامين الحرة في بلدانها، هذا مكمن مكامن القوة. يجب أن نبحث عن أين القوة، أين القوة التي دفعت الشعوب العربية لمساندة فلسطين في العام 1948؟ أين ذهبت القوة التي دفعت إلى مساندة القضية الفلسطينية ومحاربة الاحتلال الصهيوني؟ وكان في ذلك الوقت مصر في قيادة هذه المعركة في حرب أكتوبر 73. أين ذهبت هذه القوة؟ لماذا الآن الشعوب العربية مصابة وتتكتم على أنفاسها الحكومات العربية وتصيبها بالخوارق؟ أين ذهبت هذه القوة؟ يجب أن نبحث في نقاباتنا عن هذه القوة ونبعثها من جديد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله، عدو الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الذي مثل هذا، هذه المبادئ هي التي دفعت الشعوب العربية لحمل السلاح. الآن لا يمكن أن نكون نهبا في حدودنا الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، لا يمكن. من الشرق تهددنا إيران، من الشمال تهددنا تركيا، من الجنوب تهددنا بعض الدول التي تريد أن تتكتم على أنفاسنا وتحرمنا المياه، حتى أثيوبيا وغيرها من الدول. هذه الحدود هي واجبنا الأساسي أن ندافع عنها وأن نحميها بالكلمة، لأننا أصحاب كلمة وأصحاب رأي. ولذلك أدعو كل النقابات أن يقوم من مقررات هذا الاجتماع
أن ندعو بقوة إلى عودة سوريا إلى مقعدها الطبيعي في الجامعة العربية. اثنين، أن يكون للجامعة العربية دور حقيقي في التصدي لمثل هذه الهجمات ومثل هذا العدوان. هذا العدوان ليس عدوانا تركيا فقط، بل هو عدوان إمبريالي أمريكي في المقام الأول. من الذي أذن لتركيا أن تتعدى على الحدود الشمالية للوطن العربي؟ أمريكا هي التي أذنت لها، ثم بعد ذلك ساعدتها روسيا بما يسمى بالشرطة العسكرية الروسية. ولذلك هذا العدوان هو عدوان رباعي، عدوان إمبريالي أمريكي وتركي وسوري وصهيوني كذلك. هذا العدوان الرباعي لا ينبغي أن يبعث فينا كل القوة التي نريدها لمجابهته. ثم أخيرا أدعو كذلك إلى أن يعود المؤتمر القومي العربي الإسلامي الذي كان هذا الاتحاد في يوم من الأيام اتحاد المحامين العرب جزءا منه. هذا المؤتمر هو الذي سيضمن لنا بعضا من القوة في الوطن العربي ألا تذهب إلى دعم الجماعات الإرهابية وغيرها. نكون كلنا في جبهة واحدة ونجابه هذا الذي يحدث ومن انقسام طوائف وغيرها، هذه الطوائف التي ترفضها الشعوب العربية في لبنان وفي العراق في الوقت الحالي، وترفضها كذلك ويرفضها كذلك الشعب السوداني في جمهورية السودان. هذه التقسيم الطائفي هو الذي أقعد بالأمة العربية، وهو الذي فتح الباب للفساد، فساد المسؤولين القائمين على سدة الحكم الآن في مختلف الدول، هو الذي سيغلق الباب أمام التشرذم، سيغلق الباب أمام الفساد، سيغلق الباب أمام أي فرصة لعدوان صهيوني وغير صهيوني جديد. ولذلك يجب أن يكون لنا في هذا الاجتماع قرارات حقيقية ولا نكتفي بالخطب. أخيرا أختم بانعقاد هذا الاجتماع. السيد الرئيس، أنا أقترح أن لا نعقد اجتماعا غدا، أن يتواصل هذا الاجتماع. أولا لأن هذا الاجتماع انعقاده يتفق تماما مع النظام الأساسي، اجتماع استثنائي. الاجتماع الاستثنائي يمكن أن ينعقد بثلث النصاب، بثلث النصاب، والآن نحن أكثر من الثلث، نمرة واحد. نمرة اثنين، قد إذا أجلنا هذا الاجتماع انعقاده للغد قد يغادر منا البعض لارتباطاتهم المتعددة، ولذلك قد نفقد بعض النصاب. ولذلك أنا أعتقد أنه نقرر أن هذا الاجتماع منعقد بنصاب كامل، لأنه اجتماع استثنائي وطارئ ينعقد وفق النظام الأساسي بثلث الحضور، وهناك معتذرون يمكن أن نعدهم كذلك ضمن الحضور. شكرا جزيلا.